امتدت العملية السلمية. أهمية هذا اللقاء أنه الرئيس قبل توجهه للولايات المتحدة الأمريكية في الأمس حصل الرئيس على دعم وتأييد الأمة العربية بأكملها في اجتماع مجلس وزراء الجامعة العربية للمواقف التي اتخذتها القيادة الفلسطينية ولزيارة الرئيس وثباته على الثوابت الوطنية الفلسطينية. وتأتي هذه الاجتماعات المكثفة مع كوادر السلطة الوطنية الفلسطينية في وقت لم تحرز فيها المفاوضات أي تقدم ملحوظ، بل ما هي إلا كسب لمزيد من الوقت لصالح حكومة نتنياهو الماضية قدما بالبناء الاستيطاني وقتل الفلسطينيين. 3 شهداء سقطوا خلال ساعات قليلة، ما يؤكد ودون شك أن إسرائيل لم تعنى يوما واحدا من أيام المفاوضات بالسلام. عندكم من ولاد الحرام ان شاء الله ما عمل ولا شيء، والله اتحمم وصلى وطلع بكل يوم، بدي اروح اساعد بين جيراننا في الشغل في الدار، لو باكي الله يرضى عليه باكي يستنى قدره بده يموت، الله يرضى عليه يسعدني يما يا حبيبي، الله يرضى عليك يما ويسهل عليك يا ربي يا حبيبي وحنن عليك يا الله. كنا نحلم ان بدنا نتجوزوا بالصيف ان شاء الله، ما فيش نصيب، هذا يوم عرسه ما في شيء ثاني نحكي، يعني كنا نحلب بالغنمات أنا وياه قبل مع المغرب، في الحصان هارب، هو طلع يدور على الحصان، هو شو طلع يعمل، نزلت أصلي العشاء ونزلنا على البلد وجدنا الخبر قدامنا في البلد. انتهاكات الاحتلال وعمليات القتل لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارا على مواصلة النضال والكفاح، فهل ستتفق القيادة الفلسطينية مع متطلبات الشعب؟ الأيام المقبلة كفيلة بالرد. جرائم الاحتلال المتكررة ما زالت تظهر الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال والمستوطنين في وقت تدعي فيه إسرائيل بأنها معنية بالسلام، سلام أشبه بحياة سكان القبور. ثروة شقر على الأراضي الفلسطينية المحتلة، النيل. وللمزيد من الرأي والتحليل ينضم إلينا من رام الله السيد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح. سيد عساف، الرئيس محمود عباس أعلن أنه لن يخون الشعب الفلسطيني وحقوقه ويعترف بيهودية الدولة الإسرائيلية، كيف سيكون صدى مثل هذه التصريحات وهذا الموقف؟ يعني هذه المواقف لاقت ارتياحا كبيرا لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنها تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني، تعبر عن طموحات الشعب الفلسطيني وعن آماله بالحرية والاستقلال. هذه المواقف التي جاءت من رئيس الشعب الفلسطيني المنتخب هي رسالة للخارج ولن تكون رسالة للداخل. الرئيس أبو مازن ليس بحاجة لأن يسمع رسالة لأبناء شعبه الذين يثقون به ثقة مطلقة. الرئيس أبو مازن ليس وليد الصدفة، هو مؤسس من مؤسسين الثورة الفلسطينية مع رفيق دربه الشهيد ياسر عرفات، وبالتالي الرئيس أبو مازن أراد أن يوصل رسالة لإسرائيل أولا. هل في اعتقادك سيد عساف، هل في اعتقادك هذا سيؤثر على مسألة فكرة إجراء محادثات سلام والتواصل تطرح من آن إلى آخر ومتعثرة المسألة، هل ستؤثر في هذه المحاولات؟ يا سيدي، إذا كانت محادثات السلام ستحقق أهداف الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فأهلا وسهلا، نحن حريصون على ذلك، لأن يعني لسنا هواة الموت، ولم يكن في أي من يوم من الأيام مقاومتنا من أجل المقاومة، ولكن إذا فشلت هذه الجهود فسنتبع كل الوسائل من أجل يعني انتزاع حقوقنا المشروعة. أولا نحن نصمد على أرضنا، نتحدى كل ممارسات إسرائيل التي ترتكب يوميا جرائم، وهذه الجرائم لن تزيدنا إلا إصرارا وتمسكا بحقوقنا. ألا ترى أن إسرائيل ممكن تتخذ مثل هذا التصريح تكئة إلى أنه عباس لا يصلح شريكا للسلام ولأنه لا يعترف بيهودية الدولة وتوقف عملية السلام المزعومة هذه برمتها؟ يا سيدي، إذا كانت إسرائيل بدها تتضرع بهذه التصريحات من أجل أن توقف المفاوضات وتقول أنه ما فيش شريك، شو نحكي إحنا؟ خلال 24 ساعة 6 شهداء، عشرات الاقتحامات للمسجد الأقصى، وبالتالي يعني أي مؤسس في هذا العالم سيتبنى الرواية الإسرائيلية، هذه الرواية الضعيفة التي لا يوجد ما يساندها، ويترك ما تقوم به إسرائيل من جرائم مشهودة وملموسة ومشاهدة من قبل العالم أجمع. 6 شهداء خلال 24 ساعة، عشرات الجرحى، اقتحامات، أسرى، تدنيس للمسجد الأقصى، وبالتالي عن أي شريك لعملية السلام بتم الحديث؟
هذه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا ما أرادت أن تنجح هذه الجهود عليها بتوفير الأجواء وتهيئة المناخات من خلال إلزام إسرائيل بوقف هذه الجرائم وهذه الانتهاكات. أشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح عبر الهاتف معنا من رام الله. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف ضد المدنيين في إقليم دارفور، وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية أن القتال بين الجماعات المتمردة والميليشيات المحلية في جنوب دارفور الدائر منذ أواخر فبراير الماضي قد أدى إلى تشريد الآلاف من المدنيين. كما شدد بان كي مون على أن بعثة يوناميد تبذل كل ما في وسعها لدعم تسوية هذا الصراع في الإقليم وحماية المدنيين. من جانبها أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور يوناميد أن الآلاف من سكان بلدة سرف عمره والقرى المحيطة بها في ولاية شمال دارفور قد فروا من منازلهم بسبب قتال بين مجموعات قبلية في المنطقة. هذا وقد أعلن عزمها اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية عاجلة لمعالجة الأوضاع في ولاية شمال دارفور التي تعرضت أجزاؤها الشرقية لهجمات متمردي حركة تحرير السودان. يعود إقليم دارفور لصدارة الاهتمام، فمنذ نحو أسبوع تصاعدت الأوضاع في الإقليم جراء هجمات على قرى وبلدات شرقي الإقليم شنها متمردو حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، ثم تلتها هجمات شنتها جماعات مسلحة يعتقد أنها قبلية على بلدة سرف عمرة والقرى المحيطة بها، ونتائج كل ذلك يورده رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور. الموقف الآن في الإقليم واضح، هنالك نزوح وهنالك حرق وهنالك اعتداءات من الحركات غير المسلحة على مواقع كثيرة في شمال دارفور، نتوقع لهذه الاعتداءات أن تستمر. أما تقارير البحث المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور اليونوميد فتشير إلى فرار ونزوح الآلاف واحتماء بعضهم بمقرات البحث جراء القتال القبلي في ولاية شمال دارفور، وهذا مؤتمر في مقر البرلمان السوداني بالخرطوم لبحث مساهمة الطرق الصوفية والجماعات الدينية في وقف تلك الحروب القبلية. باسم هيئة شؤون الأنصار شاركنا في الملتقى الذي أقيم صباح اليوم للقيام بدورنا كجماعة دينية كبيرة لديها وجود في دارفور، للقيام بدورنا في رتق النسيج الاجتماعي. ولن يجد الاستقرار طريقه للإقليم بعد أن بات النزاع فيه ورقة مساومة على طاولة مفاوضات الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال الذين يقاتلون القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، والذين ينضوون مع متمردي دارفور في تحالف عسكري هو الجبهة الثورية. ربما كانت التحركات بهدف خلق مزيد من الزعزعة الأمنية، مزيد من الإنهاك للحكومة، مزيد من الإرباك للوضع العام، كويس، في محاولة للضغط على الحكومة للاستجابة لكثير من المطالب التي تطرحها هذه الأطراف التي تكون الجبهة الثورية. ولا يزال السلام في دارفور بعيد المنال بعد 11 عاما على اندلاع نزاع الإقليم، فلم تفلح الحلول الأمنية في فرض السلام ولم تأتي به جولات التفاوض وبنود الاتفاقيات التي تقبل بها أطراف دارفورية وترفضها أخرى. في الوقت الذي انحسر فيه نشاط حركات التمرد في إقليم دارفور خلال العامين الماضيين لم يجد سكانه سلاما واستقرارا بسبب تصاعد النزاعات القبلية خلال ذات الفترة. خالد هاشم، النيل، الخرطوم. إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث أعلن برلمان شبه جزيرة القرن الموالي لروسيا الانفصال عن أوكرانيا، مستبقين بذلك الاستفتاء الذي من المقرر إجراؤه الأحد القادم على مصير الجزيرة. كما أمر مسلحون موالون لروسيا في القرم بوقف أي رحلات جوية من وإلى مطار شبه الجزيرة الرئيسي في مدينة سيفيربول باستثناء الطائرات المتجهة أو القادمة من موسكو. استباقا للاستفتاء المقرر خلال أيام على قرار التحاق شبه جزيرة القرم لروسيا الاتحادية، أعلن برلمان القرم رسميا استقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا بواقع تصويت 78 نائبا من أصل 81.
تأتي هذه الخطوة بالرغم من أن الدستور الأوكراني لا يسمح لمناطق منفردة بإقرار أي استفتاءات، وتعتبر الحكومة الجديدة في العاصمة كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عملية الانفصال برمتها مخالفة للقانون الدولي. هذه التحركات في اتجاه الانفصال دفعت البرلمان الأوكراني للإعلان عن مهلة ليوم واحد لبرلمان شبه جزيرة القرم حتى يلغي الاستفتاء المقرر في 16 مارس الجاري، كما أعلن رئيس البرلمان الأوكراني ألكسندر تورتشينوف وضع القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى وإعادة تأهيل قوات الجيش استعدادا لأي تطورات. أطالب من جديد واشنطن والاتحاد الأوروبي بالالتزام بمعاهدة 1994 والتي تعهدوا فيها بضمان أمن أوكرانيا. على الجانب الآخر، لا يزال الرئيس الأوكراني المخلوع فيكتور يانوكوفيتش حرا طليقا يدلي بتصريحات صحفية من آن لآخر من الأراضي الروسية، حيث خرج في بيان بثه التلفزيون الروسي على الهواء مباشرة متهما فيه السلطات الجديدة بالسعي لحرب أهلية. أنا لا أزال ليس فقط الرئيس الشرعي لأوكرانيا وإنما القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، والذي يعتبر ضم روسيا للمنطقة مخالفا للقانون، لوح بفرض عقوبات على موسكو إذا لم تتصرف بشكل إيجابي لتهدئة الأزمة. أما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، والذي يواجه انتقادات لاذعة، أعلن أن الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن لم تسفر عن أي نتيجة تذكر، مؤكدا أن بلاده ستتحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء القرم. وإلى سر الطائرة التي اختفت، حيث صرح رئيس هيئة الطيران المدني الماليزية أن اختفاء طائرة الركاب الماليزية هو لغز غير مسبوق في تاريخ الطيران. من جانبها، كثفت الدول المشاركة في عمليات البحث من جهودها لتحديد مكان هذه الطائرة، بينما أرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي الوكالة الأمريكية لسلامة النقل فريق فني ومحققين انضم إليهم أخصائيون من شركة بوينغ. لا يزال الغموض يكتنف مصير الطائرة الماليزية التي فقدت أثناء رحلتها بين كوالالمبور وبكين وعلى متنها 239 راكبا. 10 دول أسيوية أرسلت أكثر من 30 طائرة و40 باخرة للمشاركة في عملية البحث الموسعة التي امتدت لأكثر من 100 ميل بحري من نقطة اختفاء الطائرة من على شاشة الرادار. الجيش الصيني أعلن أنه أعاد توجيه 10 أقمار صناعية أعلى المنطقة التي من المفترض أن تكون تحطمت فيها الطائرة للمساعدة في عمليات البحث المتواصلة من 4 أيام. من جانبه، أعلن رئيس شرطة كوالالمبور أن 2 من ركاب الطائرة المفقودة قد صعد على متنها بجوازات سفر مسروقة، أحدهما لاجئ إيراني والآخر لم يتم التوصل إلى جنسيته، مستبعدا أن يكون الراكب الإيراني ينتمي إلى أي جماعة إرهابية. نحن ندرس 4 احتمالات: الأول اختطاف الطائرة، الثاني عملية تخريبية، الثالث مشاكل نفسية تعرض لها الركاب والطاقم، والاحتمال الأخير مشاكل شخصية نشبت بين الركاب والطاقم. الجيش الماليزي أشار نقلا عن تحليلات لمعطيات الرادار إلى احتمال أن تكون الطائرة استدارت للعودة إلى كوالالمبور، لكن مثل هذه المناورة تستوجب إطلاق إنذارات بينما لم يصدر الطيار أي نداءات. بعض من أقارب الضحايا يائس من الحصول على إجابات واضحة ومحددة من شركة الطيران الماليزية، وغادروا مطار بكين الدولي في طريقهم إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد أن حصلوا على $5,000 عن كل راكب على سبيل العزاء من الشركة. وهكذا، وحتى يتم العثور على أي أدلة من الطائرة المنكوبة، يبقى اختفاء الرحلة MH370 بمثابة أكبر لغز في تاريخ الطيران حتى الآن. بانوراما نيل مستمرة، وفيها بعد قليل: إعادة افتتاح 1000 المقاهي في إيران بعد إغلاقها إبان فترة حكم الرئيس السابق أحمدي نجاد.